أمينة حنسالي، رئيسة ديال الجمعية المغربية ضد داء الميوباتيا. هاد الليلة عندنا كنضموها كل سنة للأطفال ديالنا، الأعضاء ديالنا ديال الأسوسياسيون، باش كنجمعوهم في هاد رمضان، شهر رمضان كنجمعوهم مع الناس، كنحاولوا نقدموا لهم بعض لي زاكتيفيتي اللي يمكن لهم يترفع عليهم، باسكو كاين كلهم الدراري اللي عندنا سي دي مامبر اتان دو ميوباتي، اللي عندهم لا ميوباتيا. هي جمعية كتكلف بالاشخاص اللي عندهم واحد المرض خاص في العضلات، هي سميتها الميوباتيا، وكلهم سي اللي كيكونوا عندهم إعاقة سواء كليه سواء جزئيه، ولكن الدراري كلهم تبارك الله واخا عندهم اعاقه في الذات ديالهم في الراس ديالهم، وداك الشيء كيكونوا تبارك الله عندهم واحد لو بلوس اللي يمكن ما يكونش عند الناس اخرين. الوغ الجمعيه اللي كتكلف هنايا عندنا المقر ديالنا، حنا عندنا المقر في واحد المدرسه اللي خديناها مع درنا كونفونسيون مع الاكاديميه ديال الدار البيضاء، اللي خدينا ليكول كانت بقى دابا تشوفوا كيفاش كانت الحاله ديالها فين كانت، وحاولنا مع بالجهد ديال بزاف ديال المحسنين اللي عاونونا عودناها تقريبا كامله، ودخلنا معاه بحال مع التلاميذ اللي هنايا كيقراو في هذه المدرسه، دخلنا التلاميذ ديالنا ديال الجمعيه من غير التمدروس اللي عندنا دابا كنوفروه لهاد التلاميذ. عندنا بعض الورشات اللي كنديروهم هنايا زعما ريغولييرمون هنا في الجمعيه، مره سي كنديروا ورشات ديال الرسم، دايو غادي تشوفوا واحد اللوحات اللي هنايا دايرين بينا كلهم، سير اللوحات اللي داروا بالدراري ديالنا اللي عندهم واحد الاعاقه، واللي كيتبارك الله عليهم واخا فيك الاعاقه كيتجاوزوها باش كيقدروا يصايبوا. كنديروا ورشات عاوتاني ديال الترويد، بعد مرات الترويد باسكو هاد الدراري خاصهم يكون عندهم الترويد، يكون هذا يمكن الترويد كنديروهم للاطفال، ولا كنعاودو نشوفهم مع الامهات ولا الاباء نعلموهم كيفاش يروضوهم، ولا كيفاش لا بريزون شارج ان فات ديال هاد الدراري. لو تياتر سي بحال دابا سي اون اكتيفيتي اللي باغيين ندخلوها معنا بعد ان شاء الله في هاد الورشات، هي سورتو كنحاولوا نعاونوا الدراري في حوايج اللي ما كيمكنهمش يديروهم في ديورهم، بحال دابا لا بانتور كنوفروا لهم كاع جميع الامكانيات، كيكونوا متاثرين بواحد لارتيست بانتر اللي معروف على الصعيد الوطني اللي هو سي حسبان، كيأثرهم وكيعلمهم كيفاش يصايبوا وكيفاش كيعطيونا يقدروا يعطيونا هاد اللوحات الجميله اللي دايره بينا. عندنا واحد ليفينمون كنديروه ريغولييرمون هاد العوامل الاخرانيه، ما درناش داكشي الكوفيد داكشي منعنا، هي كنديروا افو بانسو، كنجمعوا الدراري ديال لاسوسياسيون مع الدراري ديال المدارس ديالنا، وداكشي كنديروا واحد الورشه جماعيه ديال الرسم، كيجيو كيرسموا داك الدراري كيرسموا لوحات كبيره، وداك اللوحات كنديروهم عاوتاني في عرض، هو المدخول ديال الجمعيه فات هو كلهم غير ديال المحسنين، ما عندناش شي مدخول الجمعيه اللي قار اللي ماجي زعما، حنا اما من العضويه ديالنا اما من المحسنين اللي كيعاونونا في هذه الجمعيه. اسم ديالي بن سليمان نعيمه، ام جوج المعاقين بن سليمان فاطمه الزهراء وبن سليمان محمد، اجي دو 38 ans 36 ans depuis 1994 وانا في الاسوسياسيون مع بروفيسور سلاسي. Je suis très fière de son soutien, de son diagnostic, de son comportement. الحمد لله elle est à l'écoute. تيكون عندك مشكل لا ديال المرض، انا ملي تيمرض ولادي تيكون عندهم شي مشكل، لان عندهم اون مالادي بروغريسيف غدا وتتزاد، ديك تتزاد حتى بعد مرات تنقول ما نديرونجيهاش، تنقول يلاه دزت من
سي لو ستاف ميديكال ديالها تمشي عند شي طبيب اخر مع جو نسوي با ساتيسفي تنجي لعندها لو دياغنوستيك اللي تعطيني ولي سوان ديالها لا يعلى عليهم. والجمعيه ديالها جمعيه نظيفه لان دخلت بزاف ديال الجمعيات وشفت الالوان والاشكال عندها هي الراحه ما كاينش داك النهب ما كاين يعني تدخلي تتقيدي وصلع لي تقول لها خصني كروسه تعطيك كروسه غراتوي عمرنا ما خلصنا ريال حنا ما تنبسلوش يعني اللي خاصه فعلا الضروريات. انا ولادي بعدا هي الام الثانيه ديالهم تيشوفوا بروفيسور سلاسي بحال ما بحال كنت انا مسافره ودخلت عليهم بالفرحه لان القلب الحنون الكلمه الطيبه من كاع لي كوتي ميديكال كوتي افيكسيون كوتي بسيكولوجي هذه حنا دابا تعودنا بها تعودنا بها تسناوها لان ماشي اول عام سنين هذه ديما نهار 26 24 المهم تتبعد على ليله العواشر وتدير هاد لا جورني للدراري تصوري الدراري من الصباح ما عندك نسايره اليوم كاينه لا سواري عندك مساكينه لا سواري دونك تيجيو لهذيك لا سواري بحال جايين ما عرفتش فين واحد الحب الجمعيه ديال لاي ميم بالنسبه لي انا الام اللي انا فقدت سنين هذه لقيتها في هذه الجمعيه يعني تتجي كلشي ترحب بك ما كاينش اللي تيخسر لك شي كلمه ولا يقول لك شي كلمه عوجه ولا ما كاينش لك ام يعني غير باش تجي تشوفيهم تتفرحي غير باش تشوفيهم تتفرحي يعني تتلقاي ديما ديك الابتسامه ديك داك الاستقبال الحلو ديك الكلمه الطيبه هذا الشيء برا على ملي تيكونوا اللي خاصك سوان ولا خاصك شي حاجه اللي بغيتيها تتلقيها لا جو بارل افيك توت فرانشيز الله يخلي لنا مدام سلاسي سي عواد زينب كل شيء باسم كل واحد الله يعمر لهم الدار. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.